تقول لها ازاي دي؟ طيب شوف يا فاطمة، بقى البني آدم مننا مهما كبر مسيره في الآخر للجواز. كأنك بتقرأ اللي في دماغي. وفي النهاية مفيش حد بينفع حد ولا حد بيفضل لحد. بقك بيدلدق حكم يا ولا؟ بتوقع حكم من بقك كده؟ والفروق الصغيرة اللي بين الراجل والست بتدوم مع الوقت. برافو عليك عين العقل. باب اوضه النوم اول ما بيتقفل مفيش بين الراجل والست اي فروق، بتدوب ايس كريم. بالظبط. وانت عارفه يا فاطمه في الزمن الاسود اللي احنا فيه ده، الواحد لو لقى عروسه كويسه يبوس ايده وش وظهر. قصدك عريس؟ عروسه. عريس. عروسه. عريس. عروسه. عروسه يا فاطمه، عروسه. عروسه مع ابنودي بقى حمل تقيل قوي على كتفنا انا وانت، وجه الوقت ان احنا نخلص منه ونرميه في اي داهيه. ايه اللي جاب سيره ابنودي في كلامنا؟ ما انا جايب عروسه لابنودي، بس هتعجبك قوي. ابنوزي جاري تفقد المعادي والوضع هادئ وامن. شكرا. اسف يا مدحت. بقول لك يا مدحت، عايزين نعدي نجيب حاجات للبيت قبل ما نروح. نروح فين يا فندم؟ نروح البيت عندك. انا ناوي بكره الصبح افطركم بيض بالبسطرمه، انت والمدام والاولاد هتدعوا لي. هو حضرتك مش ناوي تصالح مدام دينا بقى ولا ايه يا فندم؟ والله انا ناوي، بس انا عارف ان انا مش ناوي يعني. ربنا سهل. ايه ده؟ ايه اللمه دي؟ اقف اقف يا مدحت اقف. خير يا شباب، اللمه في ايه؟ حرامي يا باشا، اللي بيجري هناك ده حرامي، سرق الموبايل وطلع يجري. ما تقلقش ما تقلقش، النظام الجديد يا مدحت. جديد يا فندم. ده موبايل هديه من وزاره الداخليه، امسك. ده شريحتين، كاميرا 5 ميجا بكسل، وكامل معاه كل الاكسسوار، ومعاه شاحن بيت وشاحن عربيه وكل حاجه. ومعاك جراب اسود، لو عايز جراب اي لون تاني ممكن حضرتك تبدله من اي اسم قريب منك. صباح على خير. اطلع يا مدحت. النظام الجديد ده شكله واكل مع الناس قوي، الناس فعلا ابتدت تحب الحكومه. يا فندم بقى تحب الحكومه تكره الحكومه، المهم انت تصلح الحكومه. تصلح الحكومه ازاي يعني؟ يعني مدام دينا يا فندم. يا فندم انا ليه عندك طلب، ارجوك ما تكسفنيش فيه. خير يا مدحت، تسمح لي اتدخل ما بينك وبين مدام دينا؟ هتعمل ايه يعني؟ يعني اجيب المدام بتاعتي ونروح نقعد معاها ونقرب البعيد ونسهل الصعب كده يعني، نعمل حاجات عشان نكسر حاجه يمكن. والله يا مدحت، هو انا في العادي ما بحبش اي حد يتدخل في تفاصيل حياتي الشخصيه. عارف، بس ما فيش مانع. ماشي، بس اهم حاجه تسمع كلامي بالحرف، تسلم لي خالص اللي اقول لك عليه تعمله. سيب لي نفسك كده، سيب لي نفسك. سيب لك نفسي؟ ايوه. انت بتخوفني منك ليه يا مدحت؟ ليه يا فندم بس؟ الله، ده الواد الحرامي اهو، خد. يلا بقول لك ايه، لا اطلع نشوف موضوع دينا ده. اه صح، دينا. اطلع. حاضر. افتح يابا، حرام عليك، مش هتفضل حبيبتي هنا يابا. حاليا يابا ما انا فاتح، انا راجل تعبان عندي يا بابا وما استحملش. يا ساتر، ده انت ولا اللي واكل كلب. يابا مش للدرجات يابا، ما تزودهاش. انا مش بزودها، انا بالذات خبره في حكايه العفونه دي. انت عارفه ابوكي معروف في المنطقه بنتامته، فلما اقول لك انت ريحتك وحشه يعني الموضوع سيريوس سيريوس سيريوس. خلاص يابا افتح وانا هسيب لك البيت خالص. حبيبك بره. بجد والله هتسيب البيت؟ يا نهار اسود يابا، انت بجد عايزني ابات بره؟ تبقى بره البيت بدل ما نموت احنا جوه البيت. وبقول لك ايه، اوعي توعي تباتي عند الجيران، ده فيها قضيه وتسمم اسره والتلفزيون بقى والجرايد. انت شوفي لك اي خرابه او بلاعه باتي فيها. افتح يابا وانا ماشيه خالص. بجد والله هتمشي؟ هتعملي كده وهتحمد امك؟ ماشي ماشي، انا شوفي انا هفتح لي. ها بس ما تخرجيش فجأة كده عشان الهبو يعني، عد سبعة في سرك براحتك وخرج. ماشي؟ شفت بقى قبل سلمى ان في كفاءات في البلد اكتر من رجل العنابي. تسلم ايدك يا عصفور، ده انت رزعته حتة قلم جاب سنانه كلها. لا شكر على واجب قبل سلمى، بس على السكه وعلى الدغري كده كنت عايز اعرف رايك في الغنوه الجديده بتاعتي. طب ما تقرا الجورنال وانت تعرف رايي. لا انا احب اعرف الراي من صاحب الراي، اذر وايز الكلام يتغير. ماشي يا سيدي. بص بقى، والله يعني انا رايي في الغنوه انها قمه في الابتذال. بجد والله قبل سلمى، الحمد لله يا رب.
انا مبسوط قوي انها عجبتك. بقول لك قمه في الابتذال. بصي انا معاكي ان الوصول لقمه الابتذال شيء صعب، لكن الاصعب منه هو الحفاظ على الابتذال ذات نفسه. الواحد بيجتهد وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكرمه. اذا كان هو ده رايك ماشي. بقول لك ايه اخبار العنابي؟ مسحول والله يا ابله سلمى، دخول مدارس بقى وكده. ايه ده، هو متجوز وعنده محمد وجاكلين ما شاء الله؟ مش مهم، حتى لو متجوز ان شاء الله اخونا التاني. لا ما هو اصل العناب ده مش بتاع جواز، ده واد سكته شمال ومش بعيد يطلب منك العرفي. حتى لو ما طلبش العرفي برضه معاه. ده انت رخيصه قوي يا ابله سلمى. نعم اقصد يعني ان هو رايه فيكي غير رايك فيه خالص. رايه في ايه يعني؟ رايه فيك انك فنانه ولاسقه وغلسه وريحه الكزره كوكتيل زباله يعني. هو ده رايه فيا؟ الهي يا رب عدم عم هيصه. هو ده رايه فيكي بس على السكه وعلى الدغري كده. مش عايزه تعرفي راي العبد لله فيكي ايه؟ لا رايي فيكي انك عامله زي حته الكيكه الطريه عايزه تتعاصي في قلب الشوكولاته وتتاكلي اكل. يا سافل يا نعم. طب ما تستنى ونجيب حقنا. الله خسرت شبابك يا نتاشا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور بركة. اوبا الو الو. ايوه يا دكتور. مين معايا؟ مين معاك ده؟ ايه انا نتاشا. نتاشا نتاشا نتاشا. مين نتاشا؟ مش واخد بالي. مش واخد بالك ده ايه؟ نتاشا نتاشا بنت هيصه الجعجاع اللي انت ضيعت مستقبلها الله يخرب بيتك. نتاشا ازيك يا نتاشا؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ عملي اسود ومزفت بطين على دماغي. الريحه اللي انت اديتهاني يا دكتور بكابورت وطفح في قلب الحاره، الناس مرميه يمين وشمال، ابويا يا دكتور طردني من البيت، مفيش حد راضي ان هو يقعدني عنده، ابوس رجلك يا دكتور الحقني حلها لي. لا ما تقلقيش، هي بتاخد وقتها وتروح لوحدها. شويه؟ شويه ده قد ايه يعني؟ يعني من 3 ل 4 سنين كده. يا زبدي 3 سنين ده ايه يا دكتور؟ بقول لك لو قعدت 3 ساعات الحاره اللي جنبينا تتخنق، ابوس رجلك شوفي حل. مفيش حل بقى غير المزيل بتاعها. احب على ايدك يا دكتور. الحقني بيه، تعالى وهاتهولي. لا اجيلك فين وانا فاضيلك؟ انا قاعد شغال على مشروع عندي ومش هنزل دلوقتي، لما اجي نازل هبقى اكلمك. يلا باي باي يا نتاشا. لا 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 استنى بس. طب انا هاجي اخده، اجيلك فين؟ انا في المعمل هنا، لو عايزه تاخدي المزيل تعالي خديه من المعمل. طب هو فين المعمل ده؟ في البيت عندي. في البيت؟